مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الرابع الإعدادي بفرعيه العلمي والأدبي المنهج الجديد. درسنا اليوم Unit 1 Lesson 7، اليونت الأول الدرس السابع. عنوان الدرس Meeting and Greeting. Meeting اللقاء، إذا أنت تلتقي بشخص ما تعرفه سابقا تلتقي به لأول مرة. Greeting التحية، كيفية إلقاء التحية على شخص أول مرة تشوفه أو حتى إن كان شخص سابقا تعرفه. بالفقرة الأولى يقول لي look at the photo، انظر إلى هذه الصورة. What do you think or what do you know about this event؟ ما الذي تعرفه عن هذا الحدث؟ شوفوا طلاب، إذا تباعون للصورة بشكل جيد راح تشوفون إنه هذا اسمه book fair. البوك فير هو معرض الكتاب. معرض الكتاب هو حدث دائما يحدث في مدينة بغداد في البصرة. هو قايل لي البوك فيرز معناها معارض الكتب أو معرض الكتاب. What do you know about this event؟ ما الذي تعرفه عن هذا المعرض أو عن هذا الحدث بشكل عام؟ أنتوا تعرفون أنه هو معرض الكتاب هو عبارة عن احتفال مع حدث معين يتم بعرض مجموعة كبيرة من الكتب، سواء الكتب الحديثة اللي تألفت بهاي السنة أو الكتب بالسنوات السابقة. What usually happens in the at the book fairs؟ ما الذي عادة يحدث في البوك فيرز اللي هي معارض الكتاب أو معرض الكتاب الدولي؟ شوفوا طلاب، أغلب الناس تروح لمعرض الكتاب تتعرف على الطبعات الجديدة، الكتب، تتناقل الأفكار، تتعرف على أدباء جدد، كتاب جدد. أغلب الكتاب عادة ما يحضرون هذه معارض الكتاب على مود يروجون للكتب مالتهم، للأفكار مالتهم، للقصص مالتهم إلى آخره. هذا مجرد نشاط صفي لحد الآن. الفقرة الأولى مجرد يقول لك شنو هذا؟ هذا بوك فيرز اللي هو معرض الكتاب. شي يحدث بالبوك فيرز اللي هو يتم عرض الكتب مال الطبعات الجديدة. وراها يقول لي listen to two conversations، استمع إلى محادثتين at the fair في معرض الكتاب. فأنا بنطيل مقطع صوتي أنا لازم أسمعه أو الأستاذ يعلق بداخل الصف كنشاط سماعي بمحادثتين، محادثة أولى ومحادثة ثانية. يقول لي استمع إلى هذه المحادثتين. Do the people know each other or not؟ هل هؤلاء الناس اللي يتحدثون يعرفون بعضهم البعض الآخر أم لا؟ خلينا نجي نتعرف على المحادثة على مود نعرف إذا هؤلاء الأشخاص اللي هم باسم وسوزان، فؤاد وسوزان، يعرف أحدهم الآخر لو ما يعرفون. فهنا أنا باسم يتحدث يقول هلو مرحبا، أو هلو سوزان، مرحبا يا سوزان. Good to see you here at the fair، من الجيد رؤيتك هنا في هذا المعرض، معرض الكتاب. How are things؟ كيف هي الأمور؟ كيف حالك؟ All good، بحال جيد. Thanks، شكرا لك. And how are you؟ وكيف حالك أنت؟ يجاوبها Fine، أنا بحال جيد. Thanks، شكرا لك. What are you waiting for؟ ما الذي تنتظرين له؟ فسوزان تجاوبة My favorite author. شوفوا أنا شو تقول له؟ تقول له أنا أنتظر كاتبي المفضل. إذن أغلب الناس يروحون هناك بمعرض كتاب أولا يتعرفون على الكتب الجديدة، الطبعات الجديدة، وبعضهم يروح على مود يشوف الكاتب المفضل مالته. مثلا أنا أحب فد كاتب معين، دائما أقرأ للكتب، فأتمنى أني أشوفه. الفرصة أني أشوف هذا الكاتب في معرض الكتاب غالبا ما يكونون الأدباء موجودين به. Is coming. شوف تقول له الكاتب المفضل مالتي راح يجي. And I want him to sign my book. وأريد أن يوقع لي الكتاب. شوفوا هنا طلاب، بعض الناس يروحون لمعرض الكتاب على مود يشوفون الأدباء اللي يحبوهم، أو بعضهم هنا مثل ما قالت سوزان تقول أريد يوقع على الكتاب مالتي. هنا من خلال هذه المحادثة نعرف أنه باسم وسوزان يعرف أحدهم الشخص الآخر، واحد يعرف الثاني. فهي يقول له كيف حالك؟ تجاوب أنا بخير، وكيف حالك أنت؟ فهذا الكلام يدل على أنهم واحد يعرف الثاني. أما المحادثة الثانية فؤاد يتحدث ويا سوزان، قالها good morning، sorry I am late، قالها صباح الخير، أنا آسف لأنني متأخر. Everyone، أنا آسف للجميع لأنني متأخر. I was lost، لقد كنت تائها. In the fair، في هذا المعرض، في معرض الكتاب. فش ترد عليه؟ تقول له Were you؟ حقا هل كنت تائها؟ يعني أنت كنت تائه بمعرض الكتاب. Well I am glad you are here now Mr. Jassim. حسنا، المهم أن الآن أنت موجود هنا، أنا مسرورة جدا لأنك موجود هنا الآن يا سيد جاسم. شوفوا طلاب، هو اسمه فؤاد، ليش قلت له مستر جاسم؟ بالمحادثات الرسمية لما أنا ألتقي بشخص ما أعرفه سابقا فأنادي أولا باستخدام مستر، مست، ميسيز، ميس أولا، ثانيا أنادي باسم العائلة مالته. فهو اسمه فؤاد جاسم،
فلما تريد تحكي وياه تقول له مستر جاسم. فهنا فؤاد يرد عليها بليز كول مي فؤاد. قالها رجعا ناديني باسم فؤاد. واتس يور نيم، ما هو اسمك؟ فجاوب اي ام سوزان، بليز تو ميت يو، انا سوزان وانا مسروره لان التقيت بك. كان يو ساين ماي بوك، هل يمكنك او هل باستطاعتك ان توقع لي كتابي رجاء؟ اذا نتعرف من خلال هذه المحادثه انه فؤاد وسوزان ما حد يعرف الثاني، مجرد ان سوزان منتظرة كاتبها المفضل اللي هو فؤاد جاسم، فتقول له رجاء يا سيد جاسم وقع لي الكتاب، لان هي الفكره مالتها انه هي جايه المعرض الكتاب على مود تلتقي به. فالمحادثه الاولى بين باسم وسوزان اصدقاء، المحادثه الثانيه بين سوزان وفؤاد، بين هذه القارئه وبين هذا المؤلف، فطلبت من عنده ان يتوقع كتابه. فمثل ما طلب من عندي بالفقره الثانيه، المحادثه الاولى باسم وسوزان يعرف احدهما الاخر، اما المحادثه الثانيه ما حد يعرف الثاني. الفقره الثالثه ناو دو اكسرسايز اي ان يور اكتيفيتي بوك، والان قم بحل تمرين اي في كتاب النشاط. هسه لحد الان كل اللي عرضناه هو عبارة عن أنشطة صفية غير مهمة بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي، مجرد الأستاذ يعلق مقطع صوت بداخل الصف عبارة عن محادثتين ويسأل الطلاب do، هم مثل ما هو سألني بالمحادثة do the people know each other or not، هل يعرف هؤلاء الأشخاص أحدهم الآخر أم لا، مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. قبل ما ننتقل لتمرين أي مثل ما طلب من عندي، نكمل كتاب الطالب على مود وراها نقدر نحل التمارين المتعلقة بكتاب النشاط. شو يقول لي؟ يقول لي match the parts of the conversations، طابق الأجزاء مالت هذه المحادثة. طلاب أولا هنا منطيني جملتين، جملة والإجابة مالتها أو التكملة مالتها حسب شنو أحل هذه المحادثة؟ حسب المحادثة اللي دارت قبل قليل بين هؤلاء الأشخاص اللي هم باسم وسوزان وسوزان وفؤاد. شون يعني؟ يعني مثلا الجملة الأولى شي يقول؟ يقول he is a bit late، هو بعض الشيء متأخر. are you enjoying the book fair؟ هل أنت مستمتعة بالبوك فير، معرض الكتاب؟ أجي أشوف شنو النهاية المناسبة أو الإجابة المناسبة لهذه الجملة، ناصرية غير مناسبة. Yes I am, it's really big، نعم أنا كذلك، إنه كبير جدا. How is your family، وكيف هي حال عائلتك؟ هذا أكثر خيار مناسب لهذه الجملة. هو إيش دي يقول لهم؟ دي يقول لهم سوف يكون متأخر هذا الكاتب اللي أنت منتظرته، هل أنت مستمتعة بمعرض الكتاب؟ قالت لي yes I am، نعم أنا كذلك، أنا مستمتعة بمعرض الكتاب، وكيف حال عائلتك؟ الجملة الثانية of course nice to meet you too، بالطبع أنا سعيد للقائك أيضا سوزان، يا سوزان. where are you from، من أين أنت؟ شو تجاوبه؟ تجاوبه تقول لا I'm from ناصرية أو ناصرية، أنا من الناصرية. hello سوزان، مرحبا يا سوزان. good to see you here at the fair، من الجيد رؤيتك في معرض الكتاب. how are things أو how are the things، كيف تجري الأمور، كيف حالك؟ فش تجاوبه؟ تقول له where are you، حقا غير مناسبة. all good، أنا بحال جيد. thanks، شكرا لك. and how are you، وكيف حالك أنت؟ وصلتها بالجملة الرابعة. good morning، صباح الخير. sorry I am late everyone، أنا آسف لأنني متأخر جميع، أتأسف منكم جميعكم. I was lost on the fair، لقد كنت تائها في معرض الكتاب. شنو النهاية المناسبة؟ were you، حقا هل كنت تائها؟ فجاوبا well I am glad you are here now، وأنا الآن أنا المسرورة لأنك موجود هنا يا مستر جاسم، إلى آخر الكلام. هذا التمرين بعض الشيء مهم من الممكن أن يجيني مثل ما هو بسؤال التوصيل، سجلوا عليه تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري، يجيني بالسؤال المفردات وصل بدايات الجمل أو وصل الجمل بالإجابات المناسبة إلها. ننتقل إلى الفقرة الثالثة أو ننتقل إلى كتاب النشاط، نفس الفكرة. شوفوا هنا أنا وش كاتب لي؟ كاتب لي المقطع الصوتي رقم 12 complete the conversations below، أكمل المحادثة التالية with the phrases in the box، باستخدام phrases، باستخدام عبارات from the box، من الصندوق. then listen again and check your answers، ثم استمع بعدها مرة أخرى وتأكد وتفقد إجاباتك. مثل ما وضحنا قبل دقيقة، لما أنا قرأت المقطع النصي أو من قرأت المحادثة اللي دارت بين سوزان وفؤاد، بين سوزان وباسم، راح أقدر أكمل هذه المحادثة اللي منطيني إياها. فباسم يتحدث يقول هلو مرحبا، أو هلو سوزان مرحبا يا سوزان. فراغ هاو آر ثينجز، فراغ كيف هي أو كيف حالك؟
هنا شنو النهاية المناسبة لهذه الجملة؟ And how are you؟ كيف حالك؟ ما يصير أقول how are you؟ How are things؟ اثنين سؤالين بجملة واحدة غير مناسبة. Fine thanks. أنا بحال جيد شكرا لك. وما سألته على مود يقدر يجاوبها. Good to see you here. من الجيد رؤيتك هنا. هنا بيقولها good to see you here. من الجيد رؤيتك هنا. How are things؟ كيف حالك؟ إذن الاختيار مناسب هو good to see you here. جاوب سوزان طبعا قال لها how are the things كيف حالك all good أنا بحالة جيدة thanks شكرا لك وهالنوب التكملة شو راح تكمل قبل شوية بالمقطع الصوت اللي أخذناه إيش قالت له مرة أخرى قالت له all good أنا بحالة جيدة thanks شكرا لك how about you أو how are you وكيف حالك أنت فأقول له and how are you وكيف حالك أنت باسم يرد عليها فراغ What are you waiting for? فراغ ما الذي تنتظرينه؟ شنو هو اللي قاعدة تنتظرين؟ فهي سألتها قالت له How are you? كيف حالك؟ فراح يجاوبها يقولها Fine أنا بحال جيد Thanks شكرا لك What are you waiting for? ما الذي تنتظريه؟ My favorite author انتظر كاتب المفضل is coming هو قادم And I want him to sign my book وأريده أن يوقع كتابي في هذه المحادثة الأولى انتهت المحادثة الثانية فؤاد يتحدث Good morning sorry I'm late everyone I was lost أنا آسف لأنني أو صباح الخير للجميع أنا آسف لأنني وصلت متأخرا فسوزان الجل شو تقول له فؤاد Well I'm glad you are here فؤاد أنا مسرورة لأنك هنا إيش قالت له قالت له Where are you حقا أنت كنت تايه فتقول له Where are you حقا Well, I'm glad you are here now. والآن أنا مسرورة لأنك هنا يا مستر جاسم. فيجاوبها فؤاد فراغ What's your name? فراغ ما هو اسمك؟ فهي لما قلت له مستر جاسم إيش قال لها؟ قالها Call me فؤاد. ناديني باسم فؤاد. فقل له النهاية المناسبة Please call me فؤاد. شو ترد عليها؟ قالت له قالها What's your name? ما هو اسمك؟ قالت له I am Suzanne. فراغ Can you sign my book? أنا سوزان ومن ثم قالت جملة هل يمكنك أن توقع لي كتابي؟ شنو هي الجملة اللي قالتها؟ Pleased to meet you أنا مسرورة للقائك هل يمكنك أن توقع لي الكتاب؟ هذا ما يخص تمرين عين هذا التمرين بعض الشيء مهم من الممكن أن يجيب لي من عنده جملة ويقول لك سقط العبارة أمام العبارة المناسبة لها طلاب ركزوا عليه هنا بتشوفون أن هذا الدرس بشكل أساسي ده يتحدث عن التحية شلون ألقى التحية سواء على شخص أعرفه أو على شخص ما أعرفه أذن العبارات مع إلقاء التحية Good to see you Fine thanks How are you Pleased to meet you أنتم أخذيها سابقا مو جديدة عليكم بعد قليل راح من الممكن أن يجيب لي بالامتحان امتحان الوزاري يقول لي What do you say مثلا على سبيل المثال What do you say when you want to greet someone ما الذي تقوله عندما تريد أن تحيي شخص معين فتقول له Good morning Good evening How are you إلى آخره صباح الخير مساء الخير كيف حالك إلى آخره وراه يقول لك ما الذي تقوله What do you say when you want to show your interest ما الذي تريد أن تقوله عندما تريد أن تبدي اهتمامك بسؤال شخص سألك هسه راح نجي نتعرف على هن التقسيمات بهذا التمرين طبعا هو بالبداية شي يقول لي Listen to the conversation 1 and 2 استمع للمحادثتان 1 و 2 اللي هي مقطع نص جديد أو مقطع صوتي جديد المحادثة الأولى والمحادثة الثانية استمع إلى هاتين المحادثتين وش اطلب من عندي وراها يقول لي and tick the phrases وقم بوضع صح على العبارات the people use التي يستخدمها الناس add more phrases وأنت إذا تقدر تضيف عبارات أنت تعرفها ضيفها شون يعني يقول لك when they say hello لما أنت تريد ترحب بشخص معين شو تقول له تقول له I am تقول له hello good morning مثلا I am طه أنا إذا أرحب بشخص أو أقدم نفسي أقول I am طه أنا اسمي طه hello مرحبا my name is طه مرحبا أنا اسمي طه ومطيني يعني تكملة أو أقدر أقول good morning صباح الخير good evening مساء الخير pleased to meet you مسرور للقائك glad to meet you هم أنا كذلك معناها مسرور للقائك هذه العبارات أقولها لما أنا أريد أقدم تحية لشخص to show they are interested لكي تبدي اهتمامك مثلا أنا هو قبل شوية إيش قال لي I was lost on the fair لقد كنت تائها في معرض كتاب فش قالت له where are you حقا
هل تريد تبدي اهتمامها بالكلام اللي قالتها؟ Did you حقا really كذلك معناها حقا That's night nice ذلك لطيف Was it كذلك معناها حقا هذين الكلمات تدل على أني أنا أظهر الاهتمام بالكلام اللي يقوله الشخص المقابلي فهنا أنا منطق ملاحظة شو تقول تقول عزيز الطالب الجمل الموجودة في هذا التمرين مهمة وللحفظ هذين الجمل اللي أنا دا استعرضهن مهمة وللحفظ ليش حيث أن في هذا التمرين يطلب من الطالب أن يعرف ما الذي يقوله عندما يريد أن يحيي شخص ما أو ما الذي يقوله عندما يريد أن يبدي اهتمامه أو عندما يريد أن يغادر أنا لما ألتقي بمجموعة من الناس بطريقة بحفلة بفد مناسبة معينة لما أول ما أوصل إيش أقول أقول هلو هاو ار يو جود مورنينج جود ايفنينج لما أرد أغادر الحفلة إيش أقول فلازم هنا لازم نعرف شنو اللي نقوله مثلا نقول سي يو اراكم لاحقا جود باي وداعا الى اخره او لما ابدي اهتمامي بالكلام اللي يقوله الشخص المقابلي ار يو ديد يو ريلي حقا الى اخره هذين الجمل نحفظهن وبعد شويه نعرف شلون تجينا بالامتحان وشلون نقدر نجاوب عنها هسه خلينا نجي نسوي المطلوب من عندنا شنو هو المطلوب من عندنا اقرا المحادثتين ومن ثم ضع صح على الاشياء اللي انقالت بهاي المحادثتين المحادثه الاولى اندريا شي يقول جود مورنينج ار يو ذا نيو انجلش تيشر مرحبا او صباح الخير هل انت المدرس او مدرس اللغه الانجليزيه الجديد كاثرين شو تقول تقول يس اي ام كاثرين بلاك نعم انا السيده كاثرين بلاك اول شيء ذكرت جود مورنينج فاضع صح على كلمه جود مورنينج وثانيا هي ايش قالت له قالت له اي ام كاثرين بلاك اذا ذكرت عباره اي ام شوفوا هنا بدايه الحديث لما انا اردي ابدي الحديث ابدي باحد هذه العبارات أندريا يرد عليها and I am Andrea Smith وأنا Andrea Smith the head of the science أنا head of the science يعني مدير أو مدير لجنة العلوم وراء هذا كاثرين شو تقول له please to meet you أنا مسرورة للقائك please to meet you هذه انذكرت كذلك بالقطعة فأوضع عليها علامة صح وهكذا where are you from كاثرين قال لها أنت منين يا كاثرين تقول له I live in London أنا أعيش في لندن but I am from Ireland لكنني من إيرلندا that's nice ذلك لطيف have you been in England long هل كنت تعيشين في إنجلترا لفترة طويلة that's nice انذكرت فأوضع عليها صح قالت له only about 2 months صار لي شهرين أنا عايشة بلندن المحادثة الثانية أحمد يتحدث بي عبد الله hello عبد الله how are you هلو مرحبا يا عبد الله كيف حالك يا احمد اذا انذكرت كلمه هلو وانذكرت كلمه هاو ار يو الهاو ار يو ما انذكرت هنا انا ما موجوده فاقدر اضيفها هاو ار يو كيف حالك الى اخره وراها قال له اي ام فاين انا بحال جيد ام اون ماي واي تو ذا لايبرري انا في طريقي للمكتبه ار يو جوينج تو ذا فوتبول ماتش تونايت قلت له تريد تروح لمباراه كره القدم اليوم او الليله I can't. I've got to finish the report for the tomorrow. قال أنا ما أقدر. أنا أريد أنهي الـ report التقرير مع اليوم غد. See you tomorrow then. قال له أراك يوم غد إذن. هذا see you أراك لاحقا أو أراك يوم غد. كذلك تستخدم لإلمن. هو منطين هنا أنا منطيكم وعارض لكم فقط لما أريد أرحب بشخص معين. يعني لما أريد أبدي الكلام. أو بداخل الكلام لما شخص يتحدث في عبارة معينة أريد أبدي اهتمامي أو when to say goodbye أو when you are leaving لما تريد تغادر شو تقول له أما أقول له see you tomorrow أراك يوم غد see you again soon أراك لاحقا I look forward to seeing you again أنا أتطلع لرؤيتك مرة أخرى أو it was pleasure to meet you أنا مسرور أو كان من دواعي سروري لقائك أقدر أضيف عليها I am glad to meet you أنا مسرور كذلك معناها للقائك هذا النشاط مثل ما طلب مثل ما وضحنا إنه من الممكن الأستاذ يسألني انتبه لي لأن طلاب هاي كلش مهمة يسألني بالامتحان الشفوي إحنا عندنا امتحانات شفوية بها قصاصات وتروحين بالأستاذ تقعد يسألك أسئلة شفوية من الممكن شو يسألك يقول لك what do you say when you are leaving ما الذي تقوله ما العبارات التي تقولها عندما تريد أن تغادر فأنت تقول له أحد العبارات التالية مثلا تقول له see you tomorrow see you again إلى آخره هذه العبارة اللي نقولها لما نريد نغادر زين what do you say when you greet someone ما الذي تقوله عندما تريد أن ترحب بشخص معين شو تقول له تقول له hello
تقول له هاي، تقول له جود مورنينج، تقول له جود ايفنينج، هذه العبارات للترحيب. يقول لك what do you say when you want to show your interest، ما الذي تريد، ما الذي تقوله عندما تريد ان تبدي اهتمامك، تقول له did you really that's night was it الى اخره. اذا هنا انا مجرد اني احفظ عباره او عبارتين من ذني ثلاث فقرات، ما الذي تريد ان تقوله عندما تريد ان تبدي اهتمامك، ما الذي تقوله عندما تريد ان ترحب بشخص معين، وما الذي تقوله عندما تريد ان تغادر قد مناسبه معينه. هذا ما يخص تمرين ب، مثل ما وضحنا من الممكن يجيني بالامتحان التحريري، عفوا من الامتحان الشفوي، او من الممكن ان يجي لي من عنده جمله بالامتحان التحريري مثل الطريقه اللي وضحناها. What do you say when you want to show interest؟ ما الذي تريد أن تقوله عندما تريد أن تبدي اهتمامك؟ تقول له أحد العبارات اللي ذكرناها. هنا أنا شي يقول لي بتمرين سي، شوفوا طلاب، هنا أنا يقول لك listen for the number of the syllables، استمع إلى هذه الكلمات اللي بيها عدد من syllables، المقاطع الصوتية، and write each word in the correct column، واكتب كل كلمة من ذني الكلمات بالحقل المناسب إلها. إذا كانت من مقطع صوتي واحد، من مقطعين، أو من ثلاث مقاطع صوتية. أنتوا تعرفتوا سابقاً بالمرحلة المتوسطة وبمراحل سابقة شلون أقدر أتعرف على المقاطع الصوتية للكلمة؟ هو منطيني مثال فاين، تتذكرون أنا لما أرد أحسب المقاطع الصوتية للكلمة، هذه كلمة فاين أنقر وياها، لما أقولها أقول فاين، كم نقرة طلعت؟ نقرة واحدة. كلمة كلاسز، كلاسز كم نقرة؟ نقرتين. إذن كم مقطع؟ مقطعين. إذن أخليها بحقل المقطعين classes. كلمة enjoying، enjoying كم مقطع؟ ثلاث مقاطع. إذا نخليها بحقل الخاص بثلاث مقاطع صوتية. fine هو كاتب لي إياها بحقل المقطع الصوتي الواحد. months كم مقطع؟ مقطع صوتي واحد، نقرة واحدة أثناء قراءتها. months أنقر نقرة مع اللفظ المناسب للكلمة. museum، museum كم مقطع؟ ثلاث مقاطع صوتية، إذا نكتبها بالحقل المخصص للثلاث مقاطع صوتية. كذلك كلمة pleased مقطع صوتي واحد، pleased. اللي بعدها problem، problem مقطعين، إذا أخليها بالحقل الخاص بالمقطعين problem. وكلمة tomorrow ثلاث مقاطع صوتية، tomorrow ثلاث مقاطع صوتية، إذا أخليها بالحقل الخاص بثلاث مقاطع صوتية. هذا مجرد نشاط صفي يريد يختبر مدى فهمك أو مدى قدرتك على القراءة، قراءة ضمن الكلمات. إذا قرأتهم بطريقة صحيحة تقدر تتعرف على المقاطع الصوتية لكل كلمة، عدد المقاطع الصوتية لكل كلمة. هذا كل ما يخص درسنا لهذا اليوم. لاحظنا أنه درس بسيط جدا، أغلب أنشطة أنشطة صفية، بعض الأساتذة يطلبون من عندك واجب بيتي. فقط ركزوا لي على الأشياء اللي نقولها أثناء ترحيب بشخص معين، أثناء مغادرة مكان معين، أو إذا أريد نبدي اهتمامنا بكلام شخص معين، لأنه ممكن يسألك فيها بالامتحان الشفوي المتعلق بنصف السنة، أو يجيب لك إياها بشكل صريح بالامتحان التحريري. يقول لك شنو تقول لما أنت تريد تغادر؟ فتقول له مثلا على سبيل المثال see you soon، أراك قريبا. شنو تقول لما تريد ترحب بشخص معين؟ تقول له good morning، good evening إلى آخره، مثل ما وضحنا بخلال تمرين B. ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو. أي سؤال أو استفسار أو إضافة تحبون تقدموها تقدرون تواصلوني على حساباتي الموجودة في الفيديو في الوصف.